يا مرحبا يا هلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب. نمسي عليكم بالخير وإن شاء الله راح نخوض معاكم في جولة جميلة من الأخبار والسوالف والضيوف اللي بيشرفونا وأيضا الأسئلة اللي بتكون دائما لا على البال ولا على الخاطر. قبل هذا كله مساء الخير عليكم، ناخذ نفس ومساء الخير يا لميا. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة برنامجكم اليومي ساعة شباب، واللي أكيد بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتجددة والمتميزة. وأكيد أقول لكم ساعة كاملة رح نقضيها معاكم بكل حب. على مر السنين والأزمان الوظيفة هي من أهم الأمور ومن يعني خلينا نقول من أساسيات المرء في حياته أنه يحطها كهدف. بعد ما مرت السنين قل هذا الشغف، وفي ناس اعتبروها شيء مهم وفي ناس اعتبروها شيء متوسط، وناس يقول لك أنا أعتمد على نفسي أبرك لي. اختلفت الأراء ولكن تظل الوظيفة لها مكانة في القلب. أكيد طبعا تراد، في بعض الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لمواقف صعبة جدا في هذه الوظيفة حتى إذا كانت الوظيفة على حسب مزاجهم ورغبتهم ومرتاحين فيها، ولكن تكون في أسباب أقوى منهم تخليهم يتعرضوا للاستقالة، وممكن يقدموا أكيد استقالتهم ويتركوا الوظيفة بأي سبب كان. سؤالنا على تويتر في هاشتاك ساعة شباب، إيش الأسباب أو إيش السبب الوحيد اللي يخليك تقدم استقالتك من الوظيفة حتى لو كنت تحبها، وليش؟ بالتأكيد نبغى نعرف ليش. على الهاشتاجات نشوف أول الردود. ونشوف أول الردود معانا اليوم من وفاء، تقول مساكم جميل تراد ولولو، على حسب معاملات المدير، الموظفين على حسب الرواتب كمان. أوكي أنت قالت لهم يقولوا لولو؟ لا هم صاروا مسميني لولو. طيب. ما تبغى مدلع؟ لا بس أنا بس أسأل، استغربت أنه كلهم. طيب الشاعر أبو ذياب الفودي يقول إذا كثرت غلطات المدير علي لا سمح الله. شديد والله شاعر. ممكن يكون سبب. إيه طبعا. أحمد دقني يقول إذا المدير ما يقدر العمل اللي أنا أسويه والله لا أسحب عليه وأستقيل. أصلا حتى إذا استقلت من الوظيفة عندي شغلة ثانية أطلق من الوظيفة مأمن نفسي. حلو حلو يا أحمد. هذا اللي حنتكلم فيه. هبة تقول إذا كانت الوظيفة بعيدة وما في أحد يوديني، أوكي، دقة في المشاوير، وأيضا وإذا كان الدخل ما يكفي أقدم استقالتي، وبالأخير هي الوظيفة وإنت مجبور بموعد وأوامر. شكرا لطني ذكرتيها. صادقة والله هبة. دقنة تقول إذا والله جالسة أشتغل وأقدم أفضل ما عندي وهم لا تقدير ولا احترام، وإذا في مجموعة أشخاص جالسين لي على التكة ومضايقيني مرة، وإذا في شغل النفاق الأخ. والله عنده أسباب كثير دقنا بس الحروف ما كفتها. أنا أبغى أعرف كيف قريتي جالسين لي؟ يعني لو فقط ما كنت عارف ايش اقصد. حجازية هي جالسين لي على أساس أنه من فين جاي؟ من موزمبيق. مريم تقول إذا كانت بعض الأوامر واضح أنه غرضها تطفيش لأني إنسانة أشتري راحة بالي، طب والجرينجش الفلوس؟ إذا كانت تعامل بدون احترام وإذا كان فيها استغلال لي بزيادة الأعمال. وجهة نظر مريم. لجين تقول إذا ضمن دخل تجاري خاص بي أستقيل فورا، لأنه مهما كان حبي لوظيفتي تظل وظيفة وإنت مجبور بموعد وأوامر محددة وقلق وكذا. والله حلو يا لجين. حلو يعطيك العافية. عندنا مها، وظيفة أفضل أو خيار أفضل؟ إيش في؟ إيش في مها؟ حسيت في سلطة في الموضوع ما فهمت. أوكي. أحمد المحسن يقول أقدم استقالتي وقت ما أكون مش مرتاح فيها، وإذا كان الراتب مش مناسب، لأنه أغلب الشعب يفكر في الدراهم وأنا منهم. الله عليك الله عليك يا أحمد على صراحتك، وقتها بستقيل وبدور غيرها. بالك طويل يا أحمد. حتى لو كان الواحد يحبها، هذه اللي اقتصدنا كنا نتكلم فيها أمس حكاية الفلوس، دحين أرجع لك إياها. أحد أفراد المجتمع ممكن أستقيل بسبب الموظفين المزعجين أو نفسية المدير المتقلبة أو يكون الراتب القليل أو مواعيد الدوام وبس. والله يعني خلاص إحنا نسوي شركة على مزاجنا ونداوم بكيفنا. من نور تقول إذا ما كانت مرتاحة في أجواء العمل، إذا ما كنت مرتاحة في أجواء العمل لأي سبب كان، أو إذا كانت المواصلات متعثرة، أو إذا كان المرتب لا يتناسب مع مقدار الجهد المبذول. الله عليك يا مرام، أنا حوظفك عندي. آخر جملة حبيت. قسم الظهر البعيري. حبيت. آلاء تقول لما يكون الراتب قليل أو يكون متعب وساعات العمل كثيرة، ولما ما يكون في عدل بين الموظفين. مساء السعادة تراد متألق ولمية الجميلة، شكرا لك يا آلاء. أكيد يا آلاء. طيب في كذا نقطة، شوف أنا حتكلم في أهم النقاط اللي ذكرت واللي احنا حطيناها صراحة في السكريبت، هي الدخل والمصروف. لابد يكون
دائما الواحد هو بيعمل ليش او بيشتغل ليش او تصدقوا خلينا نرجع للاساس. الوظيفه ايش اساسها؟ الوظيفه اساسها في 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 يعني تاريخيا اساسها ايش؟ استعباد. لان انت بتشتغل في شركه باجر معين لتتقاضى لانك تعمل اعمال تؤمر عليها من قبل صاحب هذه الشركه، فهي استعباد لا محاله، وهي على مر السنين اصبحت وظيفه بهذا المسمى، وصار يعني نوع من التقدير الى حد ما غير عن يعني الازمان اللي راحت. لما نوصل لمرحله انه الدخل يكون عندنا كله بيروح مثلا في مصاريف المشوار لنفس المكان مكان الوظيفه، لما تروح لحاجات ما هي مستاهله وانا شغلي ساعات العمل مره كثيره، لما يكون في ضغط عمل هنا فعلا اتركها. حتى ليش تراد انت اخذتها بهذا المنظور؟ حتى لو كان العمل انا احبه. لا اخذتها بهذا المنظور، انا ممكن ما اخذ الوظيفه بهذا المنظور ابدا، ولا ممكن اقول عنها استعباد. انا ممكن اقول انه انا بشتغل شغل مقابل هذا الشغل بيجيني دخل مادي، يعني ما بسوي شيء ببلاش. نحن بنقدم شيء للشركة أو لأي وظيفة نحن بنشتغلها، مثلا المحاسب بيقعد يحسب في مصاريف الشركة ودخل الشركة وكل شيء خاص بالشركة. أنت بتقدم لعمل للناس اللي يعتقدوا أن الوظيفة ناخذها مدى الحياة. الله عليك. وما عندنا وظيفه سايد. ايوه لا ليش؟ لانه في ناس تعتبر انه الوظيفه هي اهم شيء. لا ما هي اهم شيء، الوظيفه ماكسيموم حسب الدراسات والاحصاءات اللي ذكرت من دكاتره في يعني في هذا العمل وفي هذا المجال للهيومن ريسورس، بيقولوا اقصى حد لك 5 سنوات عشان تكون نفسك وتبدا مشروعك الخاص، غير كذا انت في عندك خلل او في عندك مشكله في الصرف او الدخل. فعشان كذا بقول لك الوظيفه ما هي اساس، الوظيفه هي وسيله عشان تخليني امتلك مكاني الخاص ويصير عندي موظفين وهكذا. اكيد طبعا ترادو، كمان في بتكون جدا مهمه لهذه الاشخاص، لازم صحيح. تكون جدا مريحه مع اشخاص مريحين، يعني مو لازم انه يكون والله في احتكاك حاد بينهم، ممكن يكون جدا سطحي. اهم شيء اذا كانت بيئه العمل جدا مريحه، هذا الشخص او الموظف في وقته راح ينجز اكثر في هذا العمل. فكل ما كانت بيئه العمل علاقه طرديه، كل ما كانت بيئه العمل مريحه، كل ما كان الموظف راح ينجز في عمله. وفي اسباب كثير، مثلا التطفيش، في ناس كثير ممكن يقعدوا لك، يعني الناس اللي قالوا يجلسوا اللي على الوظيفة منصب معين، تصير بينهم جدالات جدا كبيرة في الشغل، يكون بينهم حقد، حسد، أنانية، كل ما شافوا واحد أعلى منهم بمركز أو عنده شيء كبير في هذه الوظيفة، فما حبوا بعض. والله يعني هذا الزبدة احنا نحب بعض. حرد لك طبعا بعد ما نشوف الردود، برد لك على حكاية بيئة العمل، نشوف ايش باقي عندنا. نروح نكمل ردود. مين معانا؟ مزون الزهراني تقول يمكن الراتب يكون قليل مو كثير، والمدير يكون شديد، واذا ما عجبتني الوظيفة اتركها فورا وادور شغلة غيرها. ويسعد مساكم. شكرا مزون. نورة تقول لا، يمكن اترك وظيفتي ما يكون دخلها يوفي بمتطلبات الحياة واللي يزيد ويغطي، ويكون هناك المدير متشدد يخليك تترك الوظيفة فورا. واحلى مساء عليكم يا احلى ثنائي، هلا والله. ومساك نورة. منيف العتيبي يقول اذا كانت بعيدة من البيت، والله في سبب صراحة تعبت نفسها. عندنا سارة تقول لا للتفاني لوظيفة لا تمنحك خبرات ومهارات ولا تنتمي بمعرفتك ولا ولا تعطيك مجال للإبداع، تقدم استقالتك فورا وتمتع بحياة العاطلين. التحية للأعمال الحرة. شكرا لك فعلا، هذا اللي احنا ناشد فيه. موج الغدير تقول في حالتين، إذا توفرت لي وظيفة أفضل وأحسن ترضي طموحي وتزيد خبرتي، ولو صار تعارض وتقصير يأثر علي بين وظيفتي وعملي الحر. وجهة نظر يا موج. عائشة العامر، معاملة زميلاتي الموظفات أو أهلي يكونون رافضين الوظيفة أصلا، أو يكون في شروط تعجيزية للوظيفة أو ظلم، لذا أقدم استقالتي. حلو. لوزة تقول ظلم الإدارة والتمييز بين الموظفين بدون وجه حق، سبب مقنع جدا. إلى حد ما دحين أقول لك ليش. تهاني تقول إذا ما كان في نظام بالشغل، يعني تأخير بالمواعيد والأوراق والمعلومات المهمة متبعثرة بكل مكان ويصعب الوصول إليهم، أحب النظام والترتيب.
حلو يا تهاني. فعلا المكان اللي ما فيه ترتيب مزعج. صحيح. ذكرى تقول إذا في ظلم بأي شكل من الأشكال أو تعدي على الحقوق أو مدير أكبر هم مصلحته والموظفين في حريقة يعني ما يراعي ولا يساعد الموظفين ومساكم عسل. وأكيد مساك ذكرى. أكيد ما كتبت في حريقة يعني. هي كذبت والله. زهار تقول زعلانة والله مرة. زهار تقول معاملة المدير هي أقوى سبب يخليني أترك الوظيفة، وحتى لو ما توظفت بعدها مو مهم، لما أكون مرتاحة نفسيا في الوظيفة راح أعطي أكثر. صحيح هذا اللي قلته. أي ميدو آخر ردود معانا وراح يكون ختامها مسك. إذا أن عدم احترام المدير أو الموظفين، وإذا كثرت الطلبات والشروط والأوامر، وإذا كانوا استغلاليين. استغلاليين يعني تلوم هذه كل النقاط بالضبط. اللي ذكرتها فعلا. شكرا لك. طب خلينا نرجع لحكايه البيئه. أيوة. والزملاء والعمل. انا اقول لك في اوقات بعض المدراء يعملوا عشان يخلقوا روح التنافس، للاسف يعني اوقات يخونهم التعبير، يقوموا يعني يريحوا ناس ويضغطوا على ناس ويحطموا ناس ويشجعوا ناس يعني بهدف انهم تمييز يعني. لا بهدف انه قال لك انا الان ابغى ادفعهم الى الافضل، which is okay، هي صحيحه الحركه هذه صحيحه، ولكن ليس مع الكل. يعني ان انا اقعد بكسر مجاديف شخص عشان يعطيني اكثر ما تنفع مع الكل. اني انا اشجع احد حتى لو كان غلط وقتها عشان ابغى يصير الافضل ما تنفع مع الكل. اني انا اورط بين الموظفين واسوي نظام فرق تسد عشان امشي النظام او الشركه على الرتم الصحيح اللي انا ابغاه، مو دائما تضبط، ممكن تطيح على راسك. فكثير من الامور اللي المدير لازم يكون واعي له وعارف ايش بيسوي، ليش بيعمل كذا. فهذه النقطه اللي لازم نركز فيها. حلو التوازن في كل شيء اكيد طراد، ولكن انا زعلانه من بعض الردود اللي جت معانا يقولوا انه خلاص اذا والله مكان الشغل بعيد انا حستقيل، اذا مثلا طفشانه في الشغل وصار اي شيء او خلافات. الخلافات تصير في أي مكان، فلازم أنتوا تتوقعوا هذا الشيء دائما، مو بس في الشغل أو في بيئة العمل. أنكم تتخلوا بكل سهولة عن وظائفكم اللي أنتوا فيها شيء جدا صعب، خصوصا إذا كنت أنت مرتاح في هذه الوظيفة. لازم تعطي فرصة مرة واثنين وثلاثة وتستحمل، مو ما حتلاقي أي وظيفة ثانية بسرعة. لما تيجي تستقيل من وظيفتك وتروح تدور على وظائف حتقعد فترة طويلة قاعد في البيت ما راح تسوي شيء، حتندم بعدين انك استقلت من هذه الوظيفه اللي انتم كنتوا فيها. فدائما انا الشيء اللي انا تربيت عليه والشيء اللي انا متعوده عليه انه دائما انا اكون في الوظيفه الين صاحب العمل هو اللي يطردني يقول لي خلاص. ايش هذا مره خلاص يلم يا لصقه والله تجيبي من الجناح. ما احب اقطع رزقي ابدا، وانا دائما اقول للناس صبورة صبورة رزقكم يعني. في اي مكان كان دائما الاسباب بتتغير، دائما الاشياء اللي بتصير بتتغير في كل مكان. ما هي ثابته على حال واحد. فدائما احنا ما نقطع رزقنا بنفسنا، ممكن بعدين يعني رزاق من عند الله ونصيب، فممكن ينقطع رزقكم بأي لحظة وتندموا. فعشان ما تندموا وتوصلوا هذه المرحلة من الندم، تمسكوا بوظائفكم ويعني خلوا أسبابكم ثقيلة. يعني توقعت ألاقي أسباب ثقيلة قوية. دام إنك جبتي طاري الأرزاق، خلينا نوجه كذا رسالة لبعض الناس اللي ما يخافون الله. من الآخر كذا، سواء كنت زملاء في العمل أو كنت مدراء، زي ما حتاخذ زي ما حتعطي زي ما حتاخذ، وكما تدين تدان، زي ما حتزرع زي ما حتحصد. إذا اليوم بدأت تطفش زميلك في العمل وبدأت تدبس عليه وبدأت أنك أنت يعني تحاول أنك أنت تظهر بشكل الغير لائق، حيجيك يوم وربنا حيسلط عليك الناس اللي حيحطموك ويدمروك وما حيخليك تكمل. حقيقة حيجيك المدير، ممكن ما يجيك المدير تصدق، ممكن يجيك الموظف اللي يطيح راسك ويتعبك نفسيا بسبب واللي عملته في الناس يطلع فيك. هذه مجرد امثله بشكل عام، وفي امثله اكثر واكثر، بس اتقوا الله في اللي بتقدموه بينكم وبين بعض. احنا بشر نتعامل بانسانيه وبعيدا عن الدين وكثير من الامور الدينيه اللي ممكن يعني تكون حاسمه، ولكن خلينا نتكلم بانسانيه اكثر. احنا بشر نتعامل بشر ونقدر بعض ونحط نفسنا في مكان الاخر. اهم شيء هذا حقيقه تراد، اهم شيء انك تحط نفسك في مكان من. هذا كان سؤالنا اليوم على هاشتاغ ساعات شباب في تويتر. اتمنى انكم تشاوروا نفسكم وتراجعوا نفسكم على الاسباب اللي كتبتوها، ودوروا على اسباب حقيقه تستاهل انكم تستغنوا عن شيء في حياتكم او تتركوا وظيفتكم الاساسيه اللي بتدخل لكم دخل مادي. كم شخص الحين قاعد يتلفت ولا قاعد يسوي زي كذا ولا قاعد يراجع قاعدين يراجعوا نفسهم يراجعوا حساباتهم كثير. احنا ممكن برضه نراجع نفسنا عموما، وحنراجع نفسنا اكثر وحنعطيكم اخبار اكثر وقفات مع النفس اكثر في حلقتنا اليوم. حنستمتع في ساعة شباب بعد الفاصل، راجعين.